يعني السؤال المطروح، لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟ هل فعلا تقدم الغرب؟ الغرب تقدم في مجالات، تمام، موافقون، مجالات تقنية مادية، تمام، إنما هل تقدم الغرب أخلاقيا بالمطلق؟ بالمطلق، أنا أقول بالمطلق، طبعا هناك بعض المجالات الأخلاقية التي تفوق فيها الغرب علينا، ربما في مجال حقوق الإنسان، ولكن ليس الأمر بالمطلق. عندما يتعلق الأمر بالصراعات التي يديرها الغرب، تختفي نبرة حقوق الإنسان، تختفي نبرة المساواة بين البشر، تبدأ تسمع الحجج والإنكار، قنوات اليوتيوب وقنوات الفيسبوك تفرض حظرا على كل من يناصر روسيا في مواجهة ما أوكرانيا. ليش؟ هو يريد أن يقدم روسيا كدولة مجرمة مرتكبة منتهكة للحضارة، ولا يمكن أن تتقدم، ولا يمكن أن تقدم نموذجا أخلاقيا. هو يرى أن الغرب هو النموذج الأخلاقي الوحيد الذي ينبغي أن يبقى وينبغي أن يمتد، بينما نقول نحن أن الماضي ما زال موجودا فينا. كل ما هو خير، كل ما هو قيم من قيم وأخلاقيات إنسانية واجتماعية، ينبغي أن نرعاها وأن نحافظ عليها وأن ننطلق منها لتأسيس بناء حضاري، لا أقول جديد، وإنما يستدرك ما فات منا. لسنا عاجزين لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الفكرية، وبالتالي فمشروعنا الذي نؤمن به هو مشروع العودة إلى الذات، العودة إلى الذات التاريخية الحضارية الأخلاقية التي ما تزال موجودة فينا.